انا عارفه ان النهارده بيبقى ليه يعني متابعين كتير جدا، طبعا ده غير ان احنا الحمد لله كل يوم عندنا يعني فانز كتير، بس اليوم ده خصيصا في ناس يا جماعه بتقول لي احنا لازم يوم اللي هنعمل فيه سمك نشوف انت عامله فيه ايه وننفذه على طول. وطبعا طبعا طبعا شكرا ليكم، بس عايزه اقول لكم فعلا مواصفات السمك لا تعد ولا تحصى، عايزه اقول لكم كتير جدا، احنا بس اللي حاصرينها في واحد واتنين، مشوي مقلي، ولكن او مشوي بالرده ومقلي بالزيت. بس يا جماعه انتم معايا وعلى مر السنين اللي فاتت والايام اللي جايه ان شاء الله طول ما احنا مع بعض، لا بجد في وصفات كتيره مبتكره ولذيذه زي ما قلت لكم للناس اللي بتحب الاكل السمكيه بحالها كده محشيه متبله وياكلوا ويفصصوا ويمزمزوا ماشي. في ناس تحب الحاجه المستخبيه، لا ولا يا فيفا احنا مش عايزين ايه ناخد وقت وناكل ونفصص، واحنا عايزين حاجات سريعه. ده عندي وده عندي، منيو النهارده مختلف مميز جدا جدا لذيذ جدا جدا. وزي ما انتم شايفين على الشاشه النهارده يا جماعه هنعمل القاروص، هنشويه ولكن بطريقه مختلفه بتتبيله خطيره، باضافه عايزه اقول لكم هتودي السمك ده مش في حته تانيه تالته رابعه خمسه كده، خطير. طيب ايه السر اللي هنعمله النهارده في تتبيله السمكه دي؟ ولو مش عندي الاضافه دي انا ممكن احط ايه مكانها؟ كل ده انا هنعرفه لما نقول المقادير، يلا بينا. اول حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم سمك قاروص مشوي بدبس التمر، التمر خطير. طب هنعمله ازاي؟ عندي هنا سمكتين قاروص، هو ما ينفعش الوصفه دي غير بالقاروص؟ لا طبعا، باي سمكه عندك. طيب محتاجه ايه؟ 5 فصوص ثوم، بصلايه حلوه، وطماطمايه، وكزبره، وكمون، وكزبره جافه كمان، وكركم، عصير ليمون، ودبس التمر، وصلصه، وشويه ملح، وشويه زيت. طيب انا عايزه خلاص انا ده كده تبلت عندي السمكيه، خدت ليها طعم ونكهه مختلفه جدا جدا عن كل التتبيلات المشوي اللي احنا عملناها. نيجي بقى نحشيها، نحشيها بايه؟ نحشيها معانا هنا بصل جوليان، وفلفل الوان كمان، وشبت، وفلفل حار زي ما انتوا عايزين، احمر اخضر الميكس مش عايزين خالص براحتكم، وشويه شرايح ليمون، لو مفيش اضاليه فممكن استخدم الليمون البلدي بتاعنا العادي ماشي. طيب لا يا فيفا دي شكلها بتقول كلام جامد جدا، بس انت هتبوظي لنا الطبخه علشان انا ما عنديش دبس التمر، ولا يهمك. هتحطي يا اما معلقتين دبس رمان يا اما معلقتين عسل اسود، اظن العسل الاسود موجود عندنا في كل بيت، امال مين هياكل عسل بالطحينه ومين هيتخن؟ فطبعا عندي هنا دبس التمر، لو ما فيش دبس التمر يبقى هحط دبس الرمان، ما عنديش دبس الرمان، معلقتين عسل اسود بس كده. بس كده وهتنفع، هتنفع اكيد، مش هاخد مزازه التمر لكن هاخد وصفه لذيذه مختلفه. طيب اول حاجه التتبيله، لا اول حاجه انا عايزه اقول لكم ازاي ننقي السمكيه يا جماعه، ازاي اخد سمك فريش خطير يجنن. اول حاجه انا بشم ريحته، ريحته بتبقى ريحه اليود مش اي حاجه تانية، مهم جدا ادوس عليه، لازم يرد معايا، ما ادوس الدوسه الاقي ايه ايدي واخده السمكيه ونازله، ما ينفعش، لازم ابص على عينيها، لازم تكون بتلمع، خياشمها لونها روزي خطير، لون القشر بتاعها والجلد بتاعها لونه مفضض فضي، انت كده بتاخدي احلى سمكيه فريش وطازه وتجنن وريحتها جامده جدا، هتديكي طبخه حلوه قوي. لو السمك عندي ريحته يا جماعه مش مقبوله، زفره، دوست عليها لقيتها طريه، لونها مش مفضض، عينيها مش بتلمع، خياشمها مش لونها روز، يبقى كده على طول لفي وارجعي تاني، انا مش هشتري السمك ده. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى نعمل التتبيله الخطيره عشان ده لسه هيدخل معايا الفرن وهياخد له حبه حلوين. يلا بينا اخد الثوم، وكمان عندي هنا الليمون، وعندي الكزبره الجافه، وعندي كمان زي ما قلنا هنا في رشه كركم، ناخد حبه مش هاخد كله اهي. طيب وبعدين عندي هنا الطماطمايه بقطعها عشان انا عايزه كل ده يبقى عندي صوص، وعندي هنا كمان البصلايه، مش معتادين ان احنا نحط ايه بصل في التتبيله، بس ده يا جماعه احلى خلطه سمك هتجربوها
غير السمك المشوي الطبيعي بتاعنا اللي بنعمله على طول. تمام تمام. طيب انا كده حطيت هنا ايه يا جماعه؟ حطيت الطماطم وحطيت البصل، حطيت الثوم، حطيت عصير الليمون. طيب عندي هنا زي ما اتفقنا دبس التمر، ولو ما فيش يبقى دبس الرمان، ولو ما فيش هنعمل ايه؟ معلقتين عسل. والصلصه، حاضر خلاص. وعندي هنا بقى عودين ثلاثة كزبرة خضرة، يا سلام يا سلام عليها. ورشة البابريكا بتاعتنا المعتادين عليها، وطبعا الكمون، وأكيد الفلفل الأسود اللي هو بقى بهاراتك اللي انت معتادة عليها. وعندك هنا الملح وشوية خل كمان وشوية زيت كمان. يلا نضرب كل ده. ايه رأيكم نحط شوية فلفل؟ ما احنا عندنا كتير فلفل اهو، غير الحشوة. خلاص هعمل ايه؟ الريحة طلعت، الريحة خطيرة. هعمل كده واضرب كل ده. بس كده انا ضربت كله. معانا ام عماد. دي ام عماد. سلام يا شيف، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه واولادك عاملين ايه؟ حلوين يا حبيبتي، بخير ربنا يخليكي. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا شيف، ما تشرفينا وتنورينا. فين؟ قوليلي. انا في عزبه النحل. يا حبيبتي بس كده، حاضر. احلى ناس. حبيبتي قولي لي. عايزه اقول لك المخلل لما يبقى مريم. طيب المخلل لما يكون مريم معايا، طبعا انا هقول لك على اللي انت هتعمليه، وبس هتتبعي بعد كده شويه حاجات تانية عشان ما يريمش معاكي. انت هتطلعيه تشطفيه، خلاص؟ هتبداي تعملي له محلول ملحي من اول وجديد، خلاص. مهم جدا انت تخلي الميه بتاعه المحلول الملحي اول حاجه تكون عندي هنا مغليه وسايباها تبرد، خلاص. وبعدين احط بقى فيها الملح، واحط فيها الخل، واحط فيها الثوم، واحط فيها كل اللي انا عايزاه، واحط فيها تاني عندي هنا المخلل اللي ريم بعد ما اغسله كويس جدا. اتفقنا؟ على وشه بحط طبقه زيت، وبعدين باخد بالي بقى كويس قوي ان انا معلقتي تكون ناشفه، وانا باخد منها باخد من المخلل باخد بالي كويس جدا انا ما ارجعش حاجه. مهم قوي قوي، بتعامل معاه معامله، دايما بقول ان انا بتعامل معاه معامله برطمان الصلصه علشان يفضل محافظ عليه، ما نقلوش اي حاجه، ما باخدش بايدي، باخد بمعلقه ناشفه، ما ارجعش فيه الحاجه تاني. ده مهم قوي. بكده بقى انت هتاخدي مخلل من اول يعني وحديه زيتونيه مخلليه خياريه لحد اخر حاجه في البرطمان. البرطمان عندك يكون فله، ايوه زي بتاعنا اللي ورا ده، مزين المطبخ. عايزه اقول لكم كل يوم الصبح اخد لي ايه، خيارتين ثلاثه لحد ما الزيتون ايه يبقى يتخلل هو كمان. بس كده انت هتاخدي احلى برطمان مخلل ما فيهوش اي ريم. مهم جدا يا جماعه الميه اغليها، وبعدين بعد كده اخليها تبرد تماما، ميه مفلتره. طيب ناخد بقى السمك الحلو بتاعنا ده، يلا ونلبس الجوانتيات بتاعتنا. مهم جدا بقى ان انا اتبله التتبيله الحلوه دي، زي ما بقول لكم مختلف، حاجه مختلفه. طبعا زي ما بقول لكم ان ينفع لي طبعا السمكيه دي، وينفع لاي نوع سمك تاني، بوري، بلطي، اي حاجه فيها لحم كتير طبعا تنفع. ممكن اعمل الخلطه دي واحط فيها مكرونه واحط معاها الخضار دي. بصوا اي حاجه معانا هتنفع جدا جدا، وقار زي ما انت عايزه. السمك يا جماعه كل التتبيلات تنفع لكل حاجه. هروح عامله ايه بقى كده؟ جايبه عندي هنا، هحط الاول، احب اسند عندي هنا السمك على شرايح ليمون. تمام،
نسيب كده اتنين. وكمان بصل بعمل له زي قاعده. وبعدين اروح جايبه بقى السمكيه حطاها كده اهي، ودي ممكن اسيبها مقفوله خلاص، ممكن افتح واحده واسيب الثانيه مقفوله. طيب وبعدين اروح جايبه بقى عندي هنا كل اللي انا عملته ده، واروح عامله ايه، حاطه على السمكيه بتاعتي. بصوا بقى، بصوا الحلاوه، بصوا لما السمك يستوي في التتبيله دي هيطلع عامل ازاي. واخد من كل الاطعمه اللي انا حطاها، نكهته وطعمه هتطلع عامله ازاي. ما تحكوليش على اي وصفه سمك تاني، عايزه اقول لكم الراس هتتاكل قبل اللحم، كل حاجه هتتاكل فيها، خطيره، وصفه خطيره اهي. انا تبلت يا مريم. الو، ازيك يا مريومه؟ الحمد لله، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انت اخبارك؟ الحمد لله. انت طبعا عارفه يا مين. انا عارفه انت بنت ام شنوده. لا، امال مين؟ قولي. مريم. ولادي بكلمك على طول. مريم مين؟ مريم ولادي بكلمك على طول. اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ قولي لي. كويس، كله حلو. انا امبارح حاولت ارن عليكي كتير بس ما جمعتش. معلش، الحمد لله انا اجمع النهارده، حظي حلو. حظي انا كمان. لا يا روحي، حظي انا اللي حلو. صدقي، قولي لي يا مريم، انت صوتك صغنن، بتحبي السمك؟ يعني انواع وانواع. بتحبي ايه اكتر انواع؟ احكي لي. بحب الانواع البحريه بتاعت السويس. انت منين؟ انا من طنطا، بس انا بابا وجده من السويس. ففاهمه قوي ايه انواع السويس. طب قولي لي ايه انواع السمك اللي من السويس؟ يعني في انواع كتير بحبها، يعني اللي هو بحب مثلا الشكر، بحب المرجان. ده انت ذواقه بقى، ده انت ذواقه ذواقه، ده انت استاذه. بس بحبهم اكتر يعني مقلي. بتحبيه مقلي اكتر، ما بتحبيش الطواجن والحاجات دي؟ يعني ماليش فيها قوي. ملكيش فيها قوي. طب انا عايزه بقى ماما تجرب لك الحلويات دي وترجعي تقولي لي ايه رايك فيها. ماشي، اتفقنا. ماشي. اهم حاجه برضك بحبها الصيد، اللي هو انا اصطاد السمكه كلها. اللي ايه؟ الصيد. الصيد، الله، بتحبي تصطادي؟ بجد برافو عليكي. انت عارفه ان بجد ان الصيد ده ليه فوائد كتير جدا. أنا معرفش. لا، ده عايزه اقول لك بيخلي كده الانسان عنده سلام وعنده صبر، ما بيستعجلش الامور، وهادي ومتأني. برافو عليكي. هو بابا اللي مشجعني في الموضوع ده، ان هو بياخدني معاه على طول. لا حلو قوي، استمري استمري، برافو عليكي. حبيبتي نورتيني يا مريومه، كلميني تاني على طول. مع ألف سلامة يا حبيبتي. خدتوا بالكم أنا عملت إيه يا جماعة؟ أنا بعد ما تبلت السمكية كلها بالخلطة اللي أنا عملتها، اللي أنا ضربتها في الكبة، رحت واخدة الخضار بتاعي مقلباها في نفس الخلطة. مهم جدا أنا بعمله ده عشان الخضار كمان ياخد من الطعم. خلوا بالكم أنا تبلت الأول، فالخضار ده الطعم بإيه؟ مش هيطعم بحاجة. فأنا رحت منزلاه في الصلصة بتاعتي اللي أنا عملتها وتبلته، إديته طعم. وبعدين رحت مرصصاه عندي هنا على إيه؟ على سمكية. شايفين لونها عامل ازاي؟ كل الخضار ده بقى هيتاكل مع السمك. انت هنا الوصفة دي مش محتاجة تعملي معها حاجة تاني غير شوية رز. خلاص، انا هدخلها دلوقتي الفرن، هتستوي معايا وتطلع دايبة وخطيرة. رشيت في الاخر رشة زيت زيتون، عايزين ترشوا زيت نباتي انتوا حرين، وبس كده. وهحط هنا الليمونية الفاضلة معايا والليمونية الفاضلة معايا. خلاص، تعالوا بقى ندخله الفرن ونشوف اللي بعده. يا شيرين. ايوه يا زيبا يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت يا شيرين دايما تيجي مع السمك، ها؟ وحشاني يا شيري. بشم ريحه السمك. اما اسكندرانيه بقى. اسكندرانيه. تسلم ايديكي على الحاجات الجميله دي حبيبتي. بس عايزه اعرف نوع السمك ايه، عشان لسه فاتحه دلوقتي التلفزيون. ده قروس.
قاروص؟ اه بس انا قلت ان هو ينفع مع اي نوع سمك تاني، يعني عادي بلطي، بوري، وقار. نفس التتبيله دي اعملها مع اي نوع سمك؟ مع اي نوع سمك عادي، مش هتقول لا انا من باب التغيير فجبت قاروص. حلو جميل. اه كل سمكيه فيه عامله تقريبا نص كيلو، يعني ده كيلو ما شاء الله. اه انا شايفه ان هو يكفي اربع افراد بالمرتاح، يعني عارفه اللي هو يعني حلو قوي قوي البيت، اربع افراد حلو جدا. الحمد لله. كل واحد جميل. ياخد نص، وكمان مع الخضار مع الرز خطير. اه صح. مع البابا غنوج. ايوه طبعا اضافاتك بقى مع الطحينه، مع اضافاتك بقى. ايوه صح حبيبتي، عايزاكي تجربيه بجد. انا هدخله الفرن وانا معاكي. طمنيني عليك والولاد عاملين ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي. كله حلو حبيبتي، ربنا يطمنك عليهم يا رب يا حبيبتي. وصحتك حلوه حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. اه كويسه الحمد لله. يا رب. دور البرد اللي مش ظريف ده بتاع الصيف ده. اه احنا مسمينه برد الصيف. احنا مسمينه برد الصيف كلنا. اه حد من الصيف. ايوه هو برد. اه برد الصيف، حد من الصيف فعلا. اه حد من الصيف. الحمد لله عدى على خير يعني. حبيبتي سلامتك الف سلامه. ده حاجات دافيه، اهم حاجه حاجات دافيه وراحه بس كده. صح. الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين. طبعا الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، نورتيني وكنت وحشاني ومبسوطه اني سمعت صوتك. يا حبيبتي ربنا يخليكي. الوصفه الجايه وانت كمان، الوصفه الجايه بقى مجرمه خطيره كمان، هتعجبك قوي. كل ابداعاتك جميله يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. بسلم على استاذ ضياء وبقول له شكرا على ان استقبل المكالمه حبيبتي. وبسلم على رنا وبقول لها يوصل. ان شاء الله اسمع صوتك على خير يا على حبيبتي. خير يا حبيبتي، نورتيني يا شيرين، مع الف سلامه. طيب ايه رايكم نروح لفاصل، نرجع نشوف. انا عماله اقول وصفه حلوه خطيره مجرمه، ايه فيفا هتعملي ايه بعد الفاصل؟ استنينا.